مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. قال المستشار محمد امين المهدي وزير العداله الانتقاليه ان الوقت الحالي ليس وقت العداله الانتقاليه، لان مشروع الدستور وضع هذا الامر في يد مجلس النواب الجديد بتكليفه باصدار قانون لتنظيم هذا الامر. واضاف في حواره بصحيفه الشروق في عددها الصادر يوم الجمعه الماضي بانه لا يمكنه الآن تطبيق العدالة الانتقالية وليس لديه ظهير تشريعي، وطالب المهدي بتفعيل فكرة تجريم خيانة الأمانة السياسية بدلا من المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري باسم قانون إفساد الحياة السياسية، والذي وصفه بمرسوم منزوع الدسم وغير قابل للتنفيذ. حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي في استوديو الجزيرة مباشر مصر الدكتور خالد محمد، عضو مجلس الشعب السابق وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة. أهلا بك معنا. أهلا. دكتور خالد. أهلا. هو الحقيقة ابتداء يعني حتى نضع المشاهد في الصورة، ما المقصود بفكرة العدالة الانتقالية في حد ذاتها؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة العدالة الانتقالية في الدول اللي بتمر دايما بنوع من أنواع التحول الديمقراطي بتكون دول عانت كثيرا من الدكتاتورية والفساد وهذه الأمور، ثم قامت بها ثورة فتحولت إلى نظام ديمقراطي. في الفترة السابقة اللي هي بتكون قبل هذا التحول بيكون في ارتكبت جرائم كثيرة جدا في حق حقوق الإنسان، يعني سواء كانت من الشرطة أو من المؤسسات العسكرية أو من القضاء، أيا ما كانت هذه في هذه الدول اللي بيمارس القمع وكبت الحريات والظلم. بعد الفترة الانتقالية اللي بتحصل بيبقى محتاجين لكي ننتقل إلى النقلة الديمقراطية الجديدة أن يكون هناك نوع من العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي وظيفتها أن هي يتعمل لجان زي تقصي الحقائق في جميع الجرائم التي ارتكبها النظام الذي كان يقوم على هذا القمع، يتعمل محاكم متخصصة، يعني ينشأ محاكم متخصصة لنظر هذه الجرائم. هذه المحاكم يحال إليها أعضاء النظام السابق وغيرهم، يبقى عندنا نوع من أنواع جبر الضرر للذي انتهك حقه أو الذي أوذي أو أصابه ضرر في العهد السابق، وأخيرا بيبقى في مصالحة عامة مع المجتمع. دول الأساسيات اللي بتقوم عليها فكرة العدالة الانتقالية، ودي بتتطلب جهد كبير وبتتطلب أنه يتم بعد مباشرة قيام الثورة وفي أعقاب تشكيل المجتمع من جديد. لابد أن يكون هناك فترة للعدالة الانتقالية تنتقل فيها الدولة بهذا الشكل. ما معنى أن يخرج علينا وزير العدالة الانتقالية ويقول أن هذا الوقت ليس وقت العدالة الانتقالية؟ أنا هقول لحضرتك، هو ليس وقت العدالة الانتقالية أن 30/6 مش ثورة. الثورة الحقيقية هي ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير كان ينبغي أن تتم العدالة الانتقالية بعدها مباشرة، أن يتم محاكمة النظام السابق، أن يتم جبر أضرار الشهداء والمصابين وغيرهم ممن أصابهم الأضرار في ولنفترض من سنة 81 إلى قيام الثورة. أما 30/6 فهو انقلاب على هذا الأمر للعودة إلى النظام القديم. فإذا كنت هتعود للنظام القديم فأنت هتعمل إزاي عدالة انتقالية؟ أي انتقال؟ إذا كنت في مرحلة انتقالية ثم عدت مرة أخرى للنظام القديم فأنت لست في حاجة بالفعل إلى عدالة انتقالية. ما الذي حدث بعد الانقلاب العسكري، قتل الكثيف الذي حدث في الشوارع لرافضي الانقلاب العسكري، ثم عدد كبير من الاعتقالات الآن يربو على 13 ألف معتقل حتى هذه اللحظة، في أي سياق من الممكن أن نقرأ ذلك ونفهم ذلك في حكومة وضعت ضمن حقائبها وزير العدالة الانتقالية؟ هي بس أنا يعني من وجهة نظري أن المسألة مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة. ثورة 25 يناير هي الثورة المستمرة للآن في الشوارع. هذه الثورة لم تتم إلى الآن أو لم تنجز إلى الآن، فأنت الآن في مرحلة ثورة ولست في مرحلة بناء جديد لتحول ديمقراطي فتستطيع أن أنت تجعل هناك نوع من أنواع العدالة الانتقالية. لا بالعكس، أنت لسه في مرحلة الثورة. طب كان الإشكالية الأساسية اللي كانت عندنا إيه؟ أنا هضرب لحضرتك أمثلة. بعد الثورة كان هناك تعمد أن يكون هناك ازدواجية في المعايير وتشرذم في الأحكام القضائية وفوضى تشريعية وقضائية تجعل موضوع العدالة الانتقالية لا يتم بالتعمد. يعني على سبيل المثال، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعطى مثلا الشهداء الحق في صرف مرتب شهري، تيجي محكمة القضاء الإداري تحكم بأن لا، ده مش الشهداء بس والمصابين، فيحصل تضارب.
يجي مثلا عندنا محكمة الجنايات تحكم ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، دي محكمة، في حين محكمة أخرى بتحاكم السياسيين اللي أمروا الضباط بقتلهم. اللجنة العليا لا تسمح بدخول أعضاء الحزب الوطني، في حين المجلس العسكري يصدر قرار بمنع الحزب الوطني من الدخول. إذن إحنا كنا أمام إشكالية كبيرة جدا من التضارب، ما بين تضارب تشريع غير عادي. يعني على سبيل المثال بعد الثورة مباشرة كان من المفترض أن الشرطة، أن النيابة تحاكم الذين ارتكبوا الجرائم في ثورة 25 يناير. طب مين اللي بيقدم الأدلة للنيابة؟ الشرطة. طب الشرطة متهمة، هل يقبل أو هل يعقل من المنطق أن الشرطة اللي متهمة بقتل المتظاهرين تقدم للنيابة الأدلة على قتلها للمتظاهرين؟ إذن ده كان تعمد تام، بأن هو كان الهدف منه أن يخرج جميع أعضاء النظام السابق مرة براءة. أخرى كما نرى يعني مهرجان البراءات كما يقولون. سعود إليك دكتور خالد في هذه النقطة. ينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور ثروت بدوي. أهلا بك معنا دكتور ثروت. بس أنا بحبش كلمة الفقيه الدستوري دي خالص. خلاص نشيلها يا فندم. الأستاذ الدكتور ثروت بدوي أهلا بك يا فندم. ابتداء ما تعليق سيادتكم على تصريحات وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي بأنه لا وقت للحديث عن العدالة الانتقالية؟ أيوه نعم، تعليقكم على ذلك التصريح الذي ببساطة شديدة وزير العدالة الانتقالية يقول لا وقت للعدالة الانتقالية، إذن ما يعني ما هي فائدته أو فائدة الوزارة؟ بما أنه لا وقت للعدالة الانتقالية، إذن فيما وجود وزارة ما وزارة العدالة الانتقالية؟ ده نمرة واحد. يبقى ما فيش داعي لوزارة العدالة الانتقالية. ثانيا، ما هي العدالة الانتقالية؟ هذا تعبير لا أي معنى، والعدالة كلمة محددة محددة جدا. العدالة هي ليست مسألة فضفاضة، وإنما العدالة زي الميزان، دي قد دي، يعني للمتهم نفس الحقوق اللي للمدعي، المدين زي الدائن، الاثنين قدام القضاء سواء. العدالة تعني المساواة بين المتداعين سواء المدعي او المدعى عليه. العداله تقوم على فكره التوازن بين اطراف النزاع. ده نمره واحد. نمره اثنين، ما فيش عداله في الظروف العاديه وعداله ثانيه في الظروف الانتقاليه، والانتقاليه دي الى متى؟ وكلمه الانتقاليه تكلموا عن عداله ليه؟ ما دام مش عاوزين عداله، مش عاوزين، لما هي العداله يعني المساواه بين اطراف النزاع ايا كان اطراف النزاع. اذا العداله هي في كل وقت سواء في فتره انتقاليه أو في غير الفترة الانتقالية. طيب دكتور ثروت، الحقيقة كلام حضرتك يجعلني أسألك، بما أنك تحدثت عن العدالة، هل العدالة أصبحت مفقودة الآن؟ خصوصا النهاردة وإحنا بنشوف أحكام على طلبة وطالبات صغار في السن بـ 11 عاما و 17 عاما لبعض الطلاب الأزهر، في حين مثلا حكم على مقتحم الاتحادية بالونش في عهد الرئيس مرسي بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، وهكذا. حتى أن البعض دكتور ثروت طالب يعني بإعلان وفاة العدالة ومرفق القضاء في مصر. رأي سيادتك. والله يعني الحقيقه ان مرفق القضاء كله منذ سنه 52 وهو يتلقى الضربات، تلو الضربات، ثم في عهد حسني مبارك تلقى الامتيازات، تلو الامتيازات، الامر الذي جعل القضاء لا يمكن ان يحكم بالعدل، لان القاضي الذي يعين ابنه أو ويستبعد اللي حاصل على تقرير امتياز ويعين ابن اللي حاصل على تقرير مقبول لا يمكن أن يحكم بالعدل في يوم من الأيام. وكذلك وكيل النيابة ولا القاضي اللي يعين بمقبول ومع استبعاد الحاصلين على تقرير امتياز يستحيل على القاضي أو على وكيل النيابة الذي عين متخطيا زملائه الأخفى منه واللي
تقدير امتياز، وهو اللي يعني كان خايب واخذ مقبول لا يمكن في يوم من الايام ان يحكم بالعدل، لان الذي عين ظلما لا يمكن ان يحكم بالعدل في يوم من الايام. علينا ان ننسى كلمه العداله سواء في الفتره الانتقاليه او في الفتره الاستبداديه التي يقوم فيها حكم استبدادي عسكري مطلق يقيد الحريات، والقضاء الذي يتلقى الضربات سنه رئيس مجلس الدوله سنهوري باشا الذي ضرب في مكتبه، ثم مجلس الدوله بما يحل كله وتلقى الضربه المذبحه الاولى من القضاء في مجلس الدوله في اوائل سنه 55، ثم مذبحه القضاء كله في اغسطس سنه 69، ثم المزايا العجيبه التي اطلقها حسن مبارك لرجال القضاء، وفي نفس الوقت اطلق ايديهم في التعيينات، واصبحت هناك دفعات مخصصه للحاصلين على تقدير مقبول، ولا يسمح للحاصلين على تقدير امتياز او جيد جدا بتكون في هذه الدفعات التكميليه. يعني إذن يعني وكأنك تقول أنه لا أمل الآن في القضاء بشكله الحالي. إذن يعني ده غير كده، يستحيل أن يكون هناك أي نوع من أنواع العدالة أو أي وضع سليم طالما القبضة الحديدية وأحكام العدالة الانتقالية التي لا معنى لها قائمة. طيب. دكتور ثرى تسمح لي، طيب تقييمك لفكرة تدويل قضية الرئيس محمد مرسي أو محاكمة قادة الانقلاب أمام المحاكم العسكرية على ما اقترفوه من سيلان دماء المصريين في الشوارع، هل تراه فكرة جيدة من الناحية القانونية دكتور ثروت؟ من الناحية القانونية كلام فارغ، ما فيش حاجة اسمها الاتصال بحماس. الاتصال بحماس ده طبيعي. لا لا دكتور عفوا، انا واضح انني لم اوضح سؤالي، عفوا يا دكتور، انا اتحدث عن هو يعني حارب على ضرب المتظاهرين اللي هاجموا على الاتحاديه. طب دكتور كان ده كان يجب عليه انه يامر القوات، واللي حصل ان البوليس لم يتصدى لتلك لهؤلاء الثوار الذين هاجموا اقتحموا الاتحاديه. طيب عفوا يا دكتور، انا كنت اسال سيادتكم لو تسمعني عن فكره تدويل قضيه الرئيس، ان هي نخرج بها الى المحاكم الدوليه والى الجنائيه الدوليه، سواء فكره استبعاد او خلع الرئيس محمد مرسي من منصبه، او فكره الدماء التي سالت ومحاكمه قاده الانقلاب على هذه الدماء من خلال المحاكم الدوليه، هل ترى فكره جيده؟ يجب ان نعرف جيدا أن أمريكا وهي القوة العظمى المهيمنة مع كل ما يجري في مصر سواء الانقلاب الحالي أو أي وضع منذ سنة 52، وأمريكا هي صاحبة اليد العليا في كل ما يجري في مصر، وأصبحت هذه المسألة واضحة جدا في عهد السادات ثم في عهد حسني مبارك. وبالتالي حضرتك مش شايف فائده من الذهاب للمحاكم الدوليه. لا تامل خيرا في القوى الاجنبيه، حتى امريكا بتعترض على الاجراءات التي حدثت، ولكنها بتقول كلام كذا يعني ذرا للرماد في الاذن، ولا الحقيقه ان امريكا تؤيد كل ما يجري في مصر يعني. الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لجرائم الانقلاب العسكري تراه أمر موفق قانونيا دكتور ثروت أم لا؟ لا، من الناحية القانونية يعني لن تجد أداً صحيح. طيب يعني ماذا لازم نعتمد على أنفسنا، ولازم الشعب بتاعنا يعرف مين العدو الحقيقي، ويعرف أمريكا إيه، والمخطط الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة الذي يقوم على تخريب المنطقة تخريبا كاملا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا وعلميا، وهذا واضح جدا فيما حدث في العراق وفي الصومال وفي سوريا وفي كل مناطق الشرق الأوسط، في كل دول الشرق الأوسط، وبدءا من الجزائر لما نجح
الاتجاه الاسلامي فراحوا عاملين انقلاب. كذلك هم عملوا دخلوا صدام في معارك مع ايران عشان يخلصوا على العراق وايران، ثم دخلوا في معارك ضد صدام، وثم تركوا يضربون بعضهم البعض. والنهارده كل يوم في العراق 50 60 قتيل، وكذلك في سوريا، كذلك في مصر. مصر النهارده برضه اللي حاصل في مصر برضه كل يوم 20 30 قتيل ولا 40 قتيل وهكذا. فكل ده لا يمكن ابدا، والاقتصاد انهار وكل حاجه انهار. ف يعني لابد ان نعرف ان احنا الشعب المصري هو الذي يستطيع ان يعني ينجح في التخلص من كل هذه القوى المدمره التي تحاول تخريب المنطقه. شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور ثروت بدوي، استاذ القانون الدستوري، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. الحقيقه يعني انا اريد ان استكمل في مساله العداله الانتقاليه، لكن الدكتور ثروت نقلنا نقله مهمه. هو الرجل فقد الامل في مرفق القضاء في مصر، وهو حتى فقد الامل ايضا في القضاء الدولي عموما. يعني يبقى السؤال، يعني ماذا نفعل وماذا يفعل الناس تجاه كل هذه الاعتداءات عليهم وهذه الانتهاكات وكل القتلى الذين سقطوا خلال الفتره الماضيه؟ يعني وانت انا اعلم انك رجل قانون وايضا رجل سياسه، يعني انا اقول لحضرتك يعني دي بعيدا عن هذا الامر. انا يعني بقول دايما يعني ايه، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم. انا شايف ان هذه الاليات وضعت عن طريق الامم المتحده والمعاهدات الدوليه. يعني هو العداله الانتقاليه هذا المصطلح نفسه هو مصطلح اممي من الامم المتحده هي اللي وضعاه وحط له شروطه ومعاييره ومعايير العداله الانتقاليه وكيف تنتقل العداله الانتقاليه في الوقت الحالي، وهي التي وضعت هذه الامور. فكل الامر دون الموضوع دون احنا لابد ان يؤخذ بالاسباب، سواء كانت الاسباب في الدوله امام القضاء العادي، وسواء كانت امام القضاء الدولي، ان تاخذ بجميع الاسباب والنتائج. يعني تكون على الاقل استنفذت طاقتك وجهدك فيما هو مطلوب منك، وما غير واللي مش مطلوب منك ده بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. نعم، إذا مشاهدينا ما زلنا معكم نناقش تصريحات المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية بأن الوقت الحالي ليس وقتا للعدالة الانتقالية. انضم إلي في استوديو الجزيرة مباشر مصر في هذا الموضوع السيد مجدي حمدان القيادي بجبهة الإنقاذ. أهلا بك معنا سيد مجدي. ما رأيك في هذا التصريح؟ كيف يتسنى لوزير عدالة الانتقالية يقول أن هذا الوقت ليس وقت العدالة الانتقالية؟ إذن ما فائدة هذه الوزارة، ولماذا أساسا من الأساس وضعت حقيبة تحت اسم العدالة الانتقالية؟ طيب وزارية. أنا ما سمعتش التصريح ده، أنا أول مرة أسمعه. قالوا في وإذا كان يقول التصريح ده هو بينفي وجوده أصلا في الأساس بالتصريح ده، يعني هو بيعتبر نفسه ملوش لازمة. يعني أنت معين كوزير عدالة انتقالية، فلما تقول أن هذا ليس بوقت العدالة الانتقالية إذن أنت تنتفي وجودك في الأساس. أنا من ضمن الناس اللي كانت تعارض هذه الحكومة، أنا عارضتها بشدة، لأنها كنت أرى أنها حكومة لا تعبر عن هذه المرحلة، وأن مصر كانت تحتاج إلى حكومة حرب، بمعنى أن تكون حكومة مكونة من 15 وزير تهتم عسكري مثلا. لا 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 حرب. مش عسكري، أمال إيه حكومة حرب؟ مقصود بحكومة حرب أننا نمر بمرحلة طاحنة، هناك تفتت في المجتمع المصري، هناك بعض القوى تريد ان تصور للعالم حرب الخارجي. حرب ضد من يا سيد مجدي؟ استكمل حواري انا بس عشان افهم مع حضرتك. انت قلت عايز حكومه في حرب في نهايه ضد من؟ في نهايه يعني في نهايه الحوار هديك الصوره شامله بدون نحن ده حوار في يعني سجال في مناقشه طبعا. فانا اناقش يعني انا حكومه حرب ضد من؟ بمعنى ان مصر كانت مقبله على فتره فيها احتقار رهيب، وان الشارع المصري فيه جزء من محاولة فرض رأي من الطرف آخر على مجموعة على المصريين والمجموعة التي خرجت 36، وبالتالي كان يجب أن تكون هناك حكومة ذات يد قوية يمكنها أن تحكم قبضتها على الشارع المصري وتتمكن تماما من تسيير الأمور بشكل مباشر، حتى لا يحس المواطن المصري بأن هناك انتقاص في المواد الغذائية وغيرها، وأن تكون هذه الحكومة معتنية في المقام الأول بالشق الأمني وليس بالشق الاستثماري كما يسعون، وتصريحاتهم التي لا تختلف تماما عن تصريحات هشومة قنديل. هل هناك أي اهتمام بالشق الاستثماري
اساسا وكل الاهتمام كما يرى النهارده كان القريب والبعيد بالشكل النهارده كان في مؤتمر لتنميه منطقه قناه السويس وانا ارى ايضا كمجدي حمدان ان كل هذا هراء ان مصر ليست في حاجه الان وان هذا الملف الذي فتح اليوم او الذي اليوم طرحت كراسته للشروط سوف يتم الطعن عليه في مجلس النواب القادم لان هذا مشروع المستقبل لمصر وبالتالي هو لابد ان يوضع من قبل مجلس النواب ومن قبل حكومه منتخبه وليست حكومه معينه. نعم دكتور خالد الحديث عن إمكانية تحقيق مصالحة وطنية ده ضرب من المستحيلات الآن عفوا إن لم يكن ضرب من أمور أخرى في ظل يعني اتهام للجماعة الإخوان المسلمين أو تصنيفها كمنظمة إرهابية وفكرة القتل التي تحدث وإقصاء كل الطرف الآخر. هل في الأساس هم يريدون ذلك؟ لا مصالحة وطنية، نحن نريد خطا واحدا سنسير فيه إلى النهاية من وجهة نظرك؟ لا انا بس بتكلم عن يعني احنا عايزين حكومه حرب. طب يعني امال الحكومه دي اللي قتلت الاف في ربعه والنهضه واعتقلت عشرات الالاف الى الان وبتعتقل اي حد يتظاهر وبتصدر قانون تظاهر وبتصدر قانون ارهاب وبتصدر الجمعيات وبتصدر الاموال بتاعه الجمعيات والفقراء والايتام ومكمم الافواه واغلقت القنوات وعملت ده كله، دي تتسمى ايه؟ دي حكومه ايه؟ دي حكومه سلام وعدل اجتماعي يعني؟ يعني اذا لم تكن هذه حكومه حرب بل حكومه جرائم حرب، يبقى فين حكومه الحرب اللي احنا عايزين نعمل ايه؟ نسحل هذا المجتمع كله ونخليه على الارض. دي اول نقطه، يعني هي حكومه حرب بالفعل، هي حكومه انقلاب دموي حربي، هو ده اللي حصل بالفعل في الفتره السابقه في الست شهور. شوف الاعداد المصابين، جرائم لم تحدث في تاريخ مصر الحديث وبالتالي القديم كمان ما حصلتش فيها هذه الجرائم يعني. وهي من اول يوم وهي مهتمه بالشق الامني ولم تستطيع ان تسيطر اصلا على اي حاجه من اللي بتحصل في الدوله. فهل في هذا الجو، هل هذه الحكومه حكومه الحرب هذه وحكومه الدم، هل هذه الحكومه تسعى الى مصالحه؟ هل يمكن ان تسعى حتى الى لم شمل المجتمع المصري؟ انا اظن ان هذه حكومه انقلابيه لا تستطيع باي حال من الاحوال ان تقوم بمصالحه. طيب اي حديث عن مصالحه واحتواء ده كلام يعني صحيح خبل وضرب من المستحيل، ليس له وجود. نعم. ينضم الي عبر الهاتف من القاهره الاستاذ احمد عبد الحفيظ المحامي والقيادي بالحزب المصري، اهلا بك معنا سيد احمد. اهلا وسهلا. اهلا استاذ أحمد. يعني الحديث الرئيسي في هذه الحلقة عن تصريحات السيد محمد أمين المهدي يوم الجمعة الماضية في حديثه لصحيفة الشروق عندما قال أن الوقت الحالي ليس وقتا للعدالة الانتقالية، هكذا يقول وزير العدالة الانتقالية. يعني تعليقك على هذا التصريح؟ لأنه في ظل الاستقطاب السياسي الحالي ده صعب جدا تتكلم على مصالحه وعداله انتقاليه، ما فيش جو. يعني اول حاجه في استاذ احمد، انا اجد صعوبه شديده في الاستماع اليك، يعني ارجو يعني ان تقف في مكان افضل اذا تيسر لك ذلك لو سمحت. تفضل كده كويس. تفضل يا استاذ احمد. كويس تفضل. طب اقول لحضرتك الفكره الاساسيه في الموضوع، انه في ظل الاستقطاب السياسي بيبقى صعب تعمل اجراءات عداله انتقاليه. اول حاجه في اجراءات العداله الانتقاليه بيبقى لجان تقصي الحقائق والانصاف ورد المظالم. واذا كان الاستقطاب السياسي شغال واطرافه في بعض اطرافه بيعملوا عنف والدوله بترد عليهم، فهيبقى صعب تجد اداه للعداله الانتقاليه. يعني طيب المناخ حضرتك بتقول مناخ الاستقطاب لا ينفع ابدا لفكره العداله الانتقاليه، يعني لكن دعني اقول لك ما الذي صنع هذا المناخ؟ اليست يعني سلطه الانقلاب بقوانينها المجحفه سواء قانون التظاهر وغيره النهارده في كلام لان هو يعطي رؤساء الجامعات حق يعني ان هو يفصل الطالب نهائيا اذا تظاهر، الفكره الاهتمام بالجانب الامني والقتل والسحر في الشارع وما الى ذلك، أليست سلطة الانقلاب هي ما صنعت هذا المناخ الانتقامي وليس حتى مناخ استقطاب سيد أحمد؟ لا الحقيقة الإخوان في السنة الأولى هو اللي فشل. سيد أحمد يعني عفوا أنا أجد صعوبة. الإخوان هو اللي فشل في يعني إحنا الانقلاب ده حتى لو أنت سميته انقلاب. الحركة الشعبية اللي حصلت في 3
طيب سيد احمد يعني سنعاود التواصل معك مره اخرى لان هناك يعني صعوبه في الاستماع اليك وهناك يعني سوء للصوت من المصدر. شكرا جزيلا احمد عبد الحفيظ المحامي والقيادي من الحزب النصري. هو نفس السؤال لك سيد مجدي حمدان، يعني أليست سلطة الانقلاب هي من صنعت مناخا يصعب فيه حديث عن عدالة انتقالية، يصعب فيه حديث عن مصالحة وطنية بكل هذه القوانين التي أصدرتها، بكل هذا التعامل الأمني العنيف والمكحف مع معارضيها أو مع رافضي الانقلاب العسكري؟ أنا أتفق معك تماما، إلا أن لي تعقيب، وهذا التعقيب أن من صنع هذه الحالة في النهاية وجماعة الإخوان بتفعيلهم للعنف في الشارع المصري واضطهادهم للمواطن، حتى المواطن البسيط الذي يسير على قدميه يتم استهدافه سواء بملوتوف أو بغيرها، هو كل هذا هو ما صنع أو ما وضع أمام الحكومة اختيار واحد، ألا هو وضع قوانين لتحد من حالة الحراك التي تقوم بها جماعة الإخوان يوما بعد يوم، سواء من حرك يعني منشآت أو جماعات أو غيرها. يعني مش هكلمك يعني أبدأ يعني معك من رابعة يعني كانوا يعني موجودين عند في رابعة في مكانهم، ومن ذهبت إليهم ومن ذهب إليهم كان الجيش والشرطة وقتلوهم. يعني ولا يوجد في العالم ما يسمى بميليشيات مسلحة تعتصم في منطقة من قلب عاصمة وتستقطعها لمدة أكثر من 48 يوم. هذه لم تكن اعتصامات سلميه، هذه كانت ميليشيات مسلحه، وده تم وشفناه باليوتيوب والفيديو. الناس كانت بتستخدم اسلحه ناريه وبتطلقها على قوات الجيش. يعني احنا يعني الميليشيات المسلحه تقتل، يعني اذا قلت المسلحه تقتل ولا تقتل، انا لا اعتبر يعني لا كان هناك الكثير من الشهداء سواء من الداخليه او من الجيش، وده موجود، واكثر من 55 شهيد اعلنت عنهم وزاره الدفاع. كم اللي قتلوا من الشرطه والجيش؟ انا بقول لك انا بعد رابعه أعلن عن 55 شهيد من الجيش فقط. وبعد كده احنا شفنا شهداء اللي رقم حتى لم تذكره وزارة الداخلية لحضرتك. لا ذكرته وزارة الدفاع، وزارة الداخلية ذكرت أعداد أكثر من كده في التصريح اللي أدلى بيه محمد إبراهيم، وشفنا اللي حصل في كرداسة لما تم قتل اللواء والمجموعة اللي كانت معاه، وشفنا مجموعات كتيرة قتلت، والمانيال المواطنين الأبرياء اللي كانوا موجودين في الشارع المصري وتم قتلهم. من صنع هذا المناخ من وجهة نظرك جماعة الإخوان بالطبع. طيب سيد خالد، إذا مناخ الذي لا نستطيع أن نفرض فيه عدالة اجتماعية أو حقوق وما إلى ذلك هو الذي صنعته جماعة الإخوان المسلمين على حد تعبير السيد حتى أحمد عبد الحفيظ والسيد مجدي حمدان. بس أنت يعني معلش يعني أنا أولاً لازم يبقى إحنا مش بناخد الكلام مسلمات. يعني أنا لما يتقال لي إن الإخوان كانوا مسلحين في رابعة العدوية وموتوا 55 ضابط لم يعلن عنهم في أي حتة، ولا وأنا أتحدى إن حد يجيب لي البيان دون بتاع إعلان إن 55 واحد ماتوا، أو إن هم اتصلى عليهم أصلاً حتى، ولا حد شافهم، ولا شاف الجنازات بتاعتهم، ولا اتعمل لهم جنازة عسكرية، كلام غير صحيح. الإخوان في كل مظاهراتهم كانت سلمية، لم يخرج أحد عن السلمية، ولا حتى يعني حتى هذه اللقطات التي كانت تلتقط لبلطجية محتمين في الشرطة، ويبتعد التصوير عن الشرطة ويجيبوا البلطجية ويتكتب تحتها أن دول إخوان أو أن دول متظاهرين عشان تظهر الصورة في وسائل الإعلام فقط، وسائل الإعلام الخاصة بهم. هي مسألة تزوير للتاريخ، مسألة تزوير للي بيحصل، مسألة إلصاق تهم بالإخوان بلا أي دليل وبلا أي سند. ولو كان هذا فعلا بهذا الشكل لكان القضاء وكانت النيابة أول من قضى باتهامهم في هذه الجرائم. كلام غير صحيح، كلام لا يؤخذ مسلمات كده. يعني أنا ممكن أقعد أقول كلام ده عملوا وسووا وحرقوا، طب ما انا عندي احداث الاتحاديه واحنا لسه شايفين الصوره وهم ماسكين المولوتوف وبيولعوا في الاتحاديه، والشرطه او الحرس الجمهوري بيرشهم بالميه، في حين ان اللي قاعدين كانوا مسالمين اترشوا بالرشاشات الجرينوف وترشوا بالقنابل وغيرها من اي منطق واي عقل. بس يعني الرجل الذي حاول اقتحام الاتحاديه بالونش النهارده اخذ سنه مع ايقاف التنفيذ، يعني حكم ليس له اي قيمه ولا اي معنى. لكن حاجه في هذه النقطه سيد مجدي، يعني هل من المعقول مجموعة من طلبة الأزهر قيل أنهم حاولوا اقتحام مشيخة الأزهر، حتى وإن صح ذلك يأخذوا 17 عاما من قبل القضاء، ومقتحم الاتحادية بونش في إيديه يأخذ سنة مع إيقاف التنفيذ، أي عدالة هذه؟ يعني أصلا أقول لك حاجة، يعني أنت هنا بتقتحم منشأة عامة وهنا بتقتحم منشأة عامة، كويس جميل، وهنا تم الاستئناف على الحكم، لكن هنا 17 سنة لم يتم الاستئناف على الحكم. لا تم الاستئناف على الحكم، لا كان ده كان حكم أول درجة ولم يتم الاستئناف على الحكم. وبعدين خليني اقول لك ان مجموعه يعني مقتحم الاتحاديه يعني انا بتكلم على الحكم في حد ذاته، قدم الطلب ولم عفوا يا سيد مجدي،
الحكم في حد ذاته، مقتحم القصر الجمهوري بونش ياخد سنة، ومقتحم مشيخة الأزهر الطلبة بتوع الأزهر ياخدوا 17 سنة. أي تعديل نتحدث عنها؟ ده حكم محكمة، وده حكم محكمة، وده يعني حصل استئناف، والراجل ده بقاله أكتر من سنة بيستأنف على هذا الحكم لأنه قال إن الونش ده اتسرق منه وإن حد تاني ساقه وكده. ففي دلائل يعني يعني إحنا نحن نعرض صور لحرق بوابة من بوابات الاتحادية، القصر الجمهوري، وإلقاء المولوتوف عليها، وبعد ذلك كانت حادثة الونش الشهيرة التي أزعتها حتى فضائيات المصرية. يا سيد العزيز، البعض يقول أن مرفق القضاء في مصر انتهى وانهار. طيب، تماما بمثل هذه الأحكام. طيب، التي يعني نراها، يعني مرفق القضاء النهاردة اللي هو أنصف ابن محمد مرسي ورفض حكم القضاء الإداري بالطعن على تعيينه في القابضة للمطارات، هو نفس القضاء نفسه اللي حكم على براءة الراجل بتاع الونش، واللي حكم على يعني القضاء بيأخذ بأسباب، له أدواته وله أولويات، يعني له أدوات وله أدلات أمام توضع أمامه، وهو بيعتقد بناء على هذه الأدلة أو الأدوات، هو ما بياخدش بالأحكام جزافا. والقضاء المصري غير مساس بالمرة، من كانوا مسيسين. أنا أكلمك عن بس أحد الحقوقيين المشهورين، وهو ليس مع الإخوان. اسمح لي سيد مجدي، وهو سيف الأستاذ سيف الإسلام، لا وسيف الإسلام محمد، قال أن فيما يخص مثلا فتيات 7 الصبح 11 سنة، قال أن هذا الحكم حتى لو بعد ذلك نزل لعام واحد مع إيقاف التنفيذ وصمة عار في جبين القضاء المصري. السيد ثروت بدوي، الدكتور ثروت بدوي، قال أن أساسا لا يوجد قضاء في مصر، القضاء انهار تماما ورفق القضاء انهار. يعني فعلى أي شيء تحدث؟ يعني هو ثروت بدوي، وإحنا كلنا نعلم أنه هو ثروت بدوي. نعم، عارف الدكتور ثروت بدوي راجل إخواني طول عمره. ثروت بدوي إخواني؟ طبعا 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 بالطبع. يبقى انت ما تبحثش ولا ثروت بدوي؟ لا لا، ما بحثش انا عمري من خلال بحث ما عرفتش ان سيف الاسلام ثروت بدوي اخواني. سيف الاسلام اذا كان يتحدث على ان حبس الفتيات 7 سنة مع ايقاف التنفيذ، هو ما علقش على حكم برضه اللي خده عليه ابنه امبارح بسنه مع ايقاف التنفيذ. هو يعني هو علق على الفتيات وما علقش على الحكم اللي خده عليه عبد الفتاح؟ ما هو ده يبقى في تناقض بقى. مع ايقاف التنفيذ حتى مع تظاهر سلمة الشارع على هذا عدل؟ اتهم باقتحام منشأة لشخص ما وخد سنة مع ايقاف التنفيذ، ما هي نفس الحكم، هو نفس الحكم. يعني هو ما علقش على الحكم بتاع ابنه، انت مش على الحكم بتاع الفتاة 7 سنين. انت مش شايف هذه الاحكام؟ شايف ان دي احكام طبيعية؟ انا شايف ان القضاء المصري، واخد بالك، انا لا دائما لا اتحدث عن احكام القضاء المصري، لان الاحكام القضاء المصري لها ادواته في الحكم، لا يحكم جزافا ولا يسيس من سيسه. تم عزلهم واخذوا صلاحيه اول امبارح وليد شرابي ومجموعه قضاه من اجل مصر، هم دول اللي كانوا مسيسين بالطبع. هم كانوا مسيسين طبعا، واللي بيحكم على الطالب 17 سنه ويطلع واحد اقتحم الاتحاديه والنائب ما احنا شفنا النائب الملاكي طلعت ابراهيم اللي ادان الناس قبل ما النيابه تحقق معاهم في اقتحام النائب العام النهارده. حول يعني بعض النشطاء 25 يناير للجنايات قضيتهم علشان في موضوع اقتحام مباحث الدوله. ده مش تقديم نائب ملاكي. تم تقديم بلاغات فهؤلاء الاشخاص زي ما كان بيتقدم. طيب، فينا بلاغات ايام محمد مرسي. طيب، واحنا كلنا كنا موحلين كلنا للنيابه ايام محمد مرسي اللي كان بيتقدم فيها بلاغات من جماعه الاخوان. يعني ما هو نفس المعيار يا استاذ احمد، احنا ما بنفرقش في التعامل دلوقتي، نفس المعيار. 13,000 مواطن مصري اليوم خلف السجون، في السجون المصرية. الداخلية لم تعلن هذا العدد، يعني احنا ما ناخدش في تصريحات ده اعلان ولا حتى ولا جمعية حقوق الانسان اعلنت هذا العدد. ما ناخدش ان المركز الحقوقي اللي في نقابة الصحفيين منذ ايام عقد مؤتمر صحفي ملوش دعوة بالاخوان، هو الذي اعلن عن هذه الاعداد سيد حمدي. لكن يعني اخيرا انا لا اتكلم في الجزئية دي عن اشخاص او هيئات، انا بس عايز اضرب بعض الامثلة. قضايا، جميع قضايا النظام السابق كلها براءة. صفوت الشريف، فتح سرور، فتح سرور، فتح سرور، فتح سرور، قضايا قتل الضباط، قضايا قتل الضباط جميعا براءة. قضايا قتل احداث بورسعيد كلها لسه صادر فيها الحكم من خلال شهرين كلهم براءة. جميع القضايا التي كانت تخص النظام السابق وتخص الشرطة وتخص أي أحداث تمت في 25 براءة. اليوم يحيلوا بعض النشطاء السياسيين باقتحامهم مقر أمن الدولة اللي هي كانت أثناء ثورة 25 يناير، والبعض من النشطاء اللي هو كانوا يسجلوا مكالماتهم وعملوا أحالوهم مرة أخرى. إذا أنت بتعود مرة أخرى للجهة أو الحصن الحصين للنظام السابق اللي هو القضاء اللي أصدر هذه الأحكام، والأحكام اللي بتصدر مخالفة تماما زي 17 سنة وزي 11 سنة وغيرها. إذا لما نتكلم عن هذه الأحكام وهذه الأحكام بموضوعية شديدة، لا يجب أن تضع هذه الأحكام في كفة وتضع هذه الأحكام وتقارن، وليس المسألة مسألة كلام أو ادعاء أو أي شيء من هذا الكلام.
نعم اشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد محمد. ليه تعليق اخير؟ في اقل من 30 ثانيه. طيب خروج معظم اعضاء النظام الاسبق كان في حكم مرسي او في عهد محمد مرسي. انا كنت بتكلم عن القضاء. انا بكلمك عن تسييسه. لا القضاء بياخذ بادواته. القضاء المصري غير مسيس. ما هو في نفس القضيه 14 سنه اخذت صلاحيه وكلها خرجت. يا سيدي يا سيدي هو ايه الادوات في واحد اقتحم الاتحاديه خد سنه مع ايقاف التنفيذ، واحد بيقول ان اقتحم مشايخ الازهر خد 17 سنه. احنا يجب ان نكون عقلاء ونحن نتحدث سيد مجدي. تحقيقات النيابه واوراق النيابه. فين هنا الاليات؟ اي اليات تتحدث عنها واي ادوات؟ شكرا جزيلا مجدي حمدان القيادي بجبهه الإنقاذ، كما أشكرك خالد محمد عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق. أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. في أمان الله.